تحية للزميل هشام الخرسي، تحية للسادة المشاهدين عبر قنوات البين سبورتس، تحية في قمة الكلاسيكو الأرجنتين الإيطالية ضد المنتخب الإيطالي. نعم، الأرجنتين الإيطالية من أواخر القرن 19 بداية من 1880 هجرة جماعية من الطليان للأرجنتين، حيث تم رصد وصول أكثر من 2.5 مليون إيطالي للأرجنتينا في تعداد السكان الأخير في الأرجنتين البلاد الفضية. تم إحصاء أكثر من 25 مليون أرجنتيني بوصول إيطالية، أي أنه 62% من الشعب الأرجنتيني هم إيطالي الأصل. لذلك قالت مباراة الأرجنتين الإيطالية ضد سكوادرا زورا لإيطاليا. أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاء الأقطاب، 5 شهور مفتحات كأس العالم هنا عبر قنوات البين سبورتس. الفيناليسيما كأس السوبر لإنتر كونتيننتال بذكريات الأندية، كأس السوبر الأمريكي الجنوبي الأوروبي، كأس أرتيميو فرانكي كما سميت في التاريخ، تنطلق الآن على أرضية ملعب أسطورة تشكيلة الألبي سيليستي لأرجنتين. ويمبلي بطل الكومبول، ديماري على دوناروما، ودوناروما 23 سنة الباريزي القادم من سان جيرمان ضد رفيقه ولكن إلى حين شعار آخر، وصعود 85 اللي تسميت أرتيميو فرانكي الجديدة في العصر الحديث لمن ستكون للبولغا ليونيل ميسي. 7 بلندور، 6 حذاء ذهب الأوروبي، ميسي لجولاثو، ينطلق ليونيل الدفاع، ضربة رجعت من الجدار ترجع للأوروبا على منتخب إنجلترا. ميسي، دي ماريا، دي ماريا والدفاع، هو كرة من دو جورجينو، حتى الكرة خطيرة، التسديدة والحارس اتصدى لأولى كرة إيطاليا إيميليانو مارتينيز. يلعب في انجلترا في الاسا، حتى الكرة عرضية خطيرة الراسية، لا جاتون برناردسكي يلعب كرة في كل الوسط، حتى الكرة خطيرة لوتارو مارتينيز. حرمتنا من الطليان في المونديال. نعم، ايه مادام يلعب ويمس الكرة والكرة ترجع ديماريا، ترجع كرة خطيرة عرضية ومش ممكن، ركنية خلصها رقم 13 برناردسكي أو راسبادوري، راسبا جونتينية في ويمبلي بالراس، حتالو لا جاب إيميليانو مارتينيز عن طريق بيلوتي. إيطاليا أفضل في هذه الدقائق. قلت هل يسجلون الهدف؟ هل يدونون الهدف؟ اللون الأزرق عن طريق هجوم، حتى في الدفاع ترجع مرة ثانية تضرب في دفاع، تمشي الكورنر، إيطاليا تضغط، ميسي ليونيل في أول كورنر الأرجنتين، ترجع كرة ضغط رهيب، ميسي والحارس، ميسي 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 ميسي، جول 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 دي أرجنتينا، الألبي سيليستي جول، 1-0 للتانجو، 1-0، أسيس جديد يا ليو، أسيس جديد يا ميسي، فينال آخر ببصمة ميسي، فينال آخر بقيمة ميسي، سكوادرا دي إيطاليا، التسديدة والحارس الركنية، أي مباراة، أي نهائي، مارتين ريفر، 1-0 سكوادرا، هدف روبرتو بيت، الجزائر مهدد أيضا باعتبار أنه الأرجنت تماس لسكوادرا. لوتارو مارتينيز صعبة جدا، دوناروما ما يخرجش، الهدف الثاني، الهدف الثاني من دي ماريا، أنخل دي ماريا ينهيها الثنائية الأرجنتينية، الهدف الثاني لوتارو، جول واسيست نجم الشوط الأول، ودي ماريا بذكريات اصطياد البرازيل، يضرب الدفاع الإيطالي، بونوتشي وكيليني في الظهر، دوناروما لا يغادر مرماه ويغلط، ودي ماريا يعاود البيتش نت وإغالة حارس سكوادرا الأرجنتيني ثم الإيطالي أومار سيفوري المنتخب الأرجنتيني. 2-0 سوى الدفاع، ترجع كرة دي بول خطيرة، وآخر لغاليا في محاولة العودة، الدخول، المراوغة ما تقرب له الآن،
رجعت الكرة عن طريق بونوتشي لوريات يضغط الفريق الإيطالي في مجموعة فيها سويسرا إيرلندا مقتل وبونوتشي اسم وهذا الثالث اش يعمل دوناروما بذكريات سانتياغو برنابيو ماذا تفعل يا دوناروما هنا الفعل عندهم الكبرياء يمشي جورجينو والدفاع والكرة من ديبول الكرة خطيرة لوكاتيلي وضعيفة من لوكا لوكاتيلي والحارس كرة من إيميليانو مارتينيز لكن أنخيل الله على دوناروما الرائعة وجدت الأروع دي ماريا أنت ولد عالمي والكورة عن طريق دوناروما ترجع دي ماريا كغولاتو أنخيل دوناروما يتصدى موسيقى هذه الرومبا يا دوناروما فنش أوف سايد الثاني شيء ميسي جول وضاعت الفرصة ضاعت الكرة وقت اللي قوي الريتم ميسي دوناروما ميسي في باريس لم يلعب هكذا لو لعبت هكذا في باريس لكان شجع واستمتع احفظ الاغاني الكرة من ليونيل الثالث ومرة اخرى دوناروما يتألق رجل الصوت الثاني دوناروما لم اراه ابدا قط في باريس يقاتل على كرة من ديال تشيل مارادونا يمشي ميسي جول لا 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 فتوت من ابطال العالم 78 و86 خطى الطليان تيرفزو الطليان خرجوا من النهائي الفيناليسيما 21-22 لميسي كان بذكريات الكامب نو باش يعلقها له في الشبكه دوناروما وميسي كره اوت من ليو إن الله وملائكته